طبعا قوي سمع الشاذلي. صباح الخير. صباح الخير يا ايمن. تعالى مد ايدك كلك ساندوتش انت كمان. لا متشكر قوي، اصلي شبعان. طب اقعد يا ابني اقعد. لا مفيش داعي. على فكره الساندوتشات دي انا عاملاها بايديا، يعني نضيفه مليون في المية كمان. طب كويس قوي. على كده يبقى انا لازم ادفع ثمنها دبل. بس هبه ما تيجيش تعملي كده تاني، زي ما قلت لك انا بفطر في البيت. ها طيب انا اصلي ماشي، عندي مشوار كده وراجع على طول. على فين يا ميعاد الدكتور بتاع ياسمين. طب يبقى طمني عليها ان شاء الله. وانت انا ساهبها مش تروحي تشوفي شغلك ولا ايه؟ اه طبعا، بس استاذ حسام قال لي اقعدي معايا شويه. طبعا يا سمو. ما تتاخرش. حاضر. لا لا ما تشربش الحاجات دي خالص. لا لازم تشربه، وبعدين بقى لازم تسمع كلامي لان ده من صميم شغلي. صحتي من صميم شغلك؟ طبعا، وانا لما اهتم بصحه حضرتك حضرتك هتفضل تشتغل، وبالتالي الشركه هتفضل مفتوحه وانا هفضل في شغلي. ده ايه الصراحه دي كلها يا ست هبه؟ طب جامليني اكدبي عليا وقولي ان صحتي تهمك لله لله كده من غير منفعه. تعرف يا استاذ حسام انك رومانسي قوي؟ ويا ترى ده عيب فيا ولا ميزه؟ بجد بجد ميزه مش موجوده دلوقتي. طيب الحمد لله، بس بقى ما تزعليش مني، انت مالكيش دعوه بالرومانسيه خالص. مين اللي قالك؟ يعني كلامك تصرفاتك. بالعكس بقى انا رومانسيه جدا جدا، بس ساعة اللزوم. طب وامتى بقى ساعة اللزوم دي؟ لما الاقي اللي قدامي رومانسي. قولي لي يا هبه، انت فين باباكي ومامتك؟ انا بابا على طول مسافر لانه بيشتغل بره، وماما ماتت من زمان قوي وخالته متجوزه. انا اعرف جوزها، ما هو اللي عرفني عليكي. بالظبط كده، هما دول بقى عيلتي كلها، واللي باقي كلهم عايشين في الخارج. انت عايشة لوحدك؟ انا طول عمري عايشة لوحدي. طب وعلاقتك ايه بباباكي؟ بحبه قوي قوي ومرتبطة بيه بشكل فظيع. طب هو سايبك كده وتعيش لوحدك؟ اصلي بابا بيثق فيا ثقة عميق، ودايما يقول عليا بنتي ذكية، تفكيرها متطور ومتزن في نفس الوقت. اهم حاجة عنده اني ابقى مبسوطة، وبيبعت لي فلوس بالهبل. انت بتشوفيه كل قد ايه؟ يعني على حسب، ممكن كل 6 شهور 7 شهور حسب الظروف. ويا ترى يا هبه انت بعد ما تخلصي الشغل بتقضي وقتك ازاي وفين؟ ممكن اروح سينما، اروح النادي، بس بجد بجد من بعد ما جيت لحضرتك ما بقاش عندي اي وقت، كل وقتي بقى مشغول. قولي لي يا هبه، انت ايه متطلباتك في فارس احلامك؟ متطلباتي في فارس احلامي، ده سؤال جميل. نفسي يكون عاقل رزين، لازم طبعا يكون شيك جدا، يكون كمان مستريح ماديا، مش شرط يعني يكون صغير في السن. اول مره اسمع شابه في سنك تطلب الطلبات دي. بالعكس بقى، ده هو ده احسن حاجه. اصل الصغير يا استاذ حسام هيبقى طايش، مش مقدر الانسانه اللي هتهديه حياتها. تهديه مره واحده كده؟ طبعا، الست دي اجمل واحلى هديه للراجل. امال انت فاكر ايه؟ طب افرضي بقى طلعت ست نكاديه كده، تبقى بتهديه ازاي؟ ده تبقى شيء فظيع، كارثه. طب ما هو كمان هيبقى شيء فظيع وكارثه. صح. بجد انت عندك حق. الا قول لي يا استاذ حسام، حضرتك بتقضي فين الويك اند؟ هقضي فين يعني؟
البيت. لا الكلام ده ما ينفعش ابدا، لازم تخرج تنطلق تقعد في مكان فيه زرع وهواء وميه، علشان بعد كده لما ترجع للشغل يبقى كلك نشاط وحيويه. عندك حق، كلامك كله صح، بس بقى انا محتاج حد يشجعني. ولا يهمك، سيب الحكايه دي عليا انا. عارفه اول ما يتولد هسمعه قبل ما ينام مزيكا، اول ما يصحى مزيكا. عارفه ليه؟ طبعا عارفه. طب ليه؟ عشان انت بابا. لا عشان يحبنا اكتر منك. لا ان شاء الله يحبنا اكتر منك. حاسب حاسب يا ايمن، حاسب يا ايمن. الو، ايوه مين؟ ايه؟ طب من فضلك حاولي تهدي شويه. مين؟ مرات ابن حضرتك بتعيط. خير يا ياسمين؟ ايه امتى وفين؟ طب اهدي اهدي، انا جاي على طول. لا مؤاخذه يا جماعه، انا مضطر اسيبكم، ابني عمل حادثه. هو ده كل اللي حصل يا فندم، زي ما قلت لحضرتك قبل كده. يا فندم المصاب هو اللي ظهر قدامه فجأة في الطريق. بقول الكلام ده يا أستاذ في تحقيق النيابة، ده أنت محامي وأكيد فاهم الأصول كويس. بعد إذن حضرتك، هو أيمن هيتعرض على النيابة إمتى؟ بكرة إن شاء الله في مجمع النيابات. يا فندم الأستاذ أيمن ممكن يخرج إذا كانت حالة المصاب كويسة. مش لما نبقى نشوف حالة المصاب الأول؟ جبت التقرير؟ موجود يا فندم. تقرير إدارة المرور وإدارة الفحص الفني بتقول إن مفيش فرامل في العربية صالحة للاستعمال خالص، وطبعا مع السرعة الفظيعة بتاعت شباب اليومين دول ومفيش فرامل هتأدي لأكتر من كده، ما هو استهتار بأرواح الناس. ان شاء الله هيرجع معاها. ان شاء الله يا حبيبتي، اطمني اطمني. انا هاجي مع حضرتك. لا ارجعي انت الشركه.